السلام عليكم لاتيم، جنسبعكم راكم بخير وعلى خير. بالنسبة لهادشي اللي واقع، يعني مشكل العصر كما يقولوا، هاد الوباء ديال كورونا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وكنتمناو من الله الله يحد الباس والله يشافي جميع المرضى المسلمين لأي حاجة. هادشي اللي كنتمناو. وبالنسبة لذاك التخاطيف وذاك الشي في لي سوبر مارشي وكذا، ما نكذبش عليكم، أنا ما عرفتش اش غادي نقول. الإنسان عنده لك الغريزة ديال البقاء، يعني تيبغي يبقى في الحياة. هادشي ماشي عيب، ولكن حاول أنه ما يمكن ذاك البقاء ديالك ما يكونش يأثر على البقاء ديال الناس الآخرين. تاهما كيف ما انت تحب راسك الحياة تحب الناس الآخرين، يعني ما تدافعش وما تضربش وما تحكرش الناس. المهم راه الفكرة واضحة. بالنسبة لواحد البلان هو اللي بغيت نناقش في هذا الفيديو هذا، أنا اليوم ما فقت فرحان، الحمد لله فقت فرحان، وعندي واحد الأمل بأنه جاي الخير إن شاء الله بزاف من هنا. كما قلت لكم العشرين فقت اليوم الحمد لله فرحان جدا، وحاس بأنه راه غادي يجي شي حاجة إن شاء الله ديال الخير. تيقول لك تفائلوا خيرا تجدوا خيرا، وقلت واحد الغلط وبنيت بزاف ديال الطموحات وبزاف ديال الأمل على شي ناس اللي فريمو اون فان كونت حبطوني، سواء ماديا سواء معنويا. هادشي ماشي مشكل، ما كتكونش هادي النهاية ديال الحياة. لا دابا بغيت نبارطاجي معكم تجربة شخصية الخوت، ما تبنيو السعادة ديالكم على حتى شي واحد، ما تبنيو الطموح ديالكم على حتى شي واحد، ديما ليو داكشي كامل مع المجهود الشخصي اللي تقدروا ديروه ولا تقدروا توصلوا به، والله يسهل على الجميع. كما قلت لكم تفائلوا الخير، تفائلوا الخير ونور الخير ان شاء الله غادي يكون الخير. بيس اند لوف غراتاتا سيلاشي. شكون اللي بغى يتكورسا معنا؟ شكون اللي بغى يتكورسا؟ شكون اللي بغى يتكورسا معنا؟ سي 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 الامور جديه وجديه بزاف الخوت. الفيروس ديال كورونا كثر وانتشر بزاف في جميع انحاء العالم، وبزاف ديال الدول كلاو العصا ديالها بالصح. علاش؟ لانهم ما خداوش الفيروس بجديه، لانهم تضحكوا. اليوم الصباح وانا كنتصفح فيسبوك وانستغرام، لقيت بلي بزاف ديال الدراري اللي هما في الجينيراسيون ديالي ولا صغر تضحكوا به. لا ماشي كنضحكوا، هادشي الخوت هادشي راه غادي يقدر يقتل لك والديك، غادي يقتلك انت، غادي يقتل بزاف ديال الاطر، غادي يقتل الاساتذه الجمعويين، غادي يقتل الدكاتره، غادي يقتل المهندسين، غادي يقتل الناس اللي موقفين هاد البلاد هادي. الحمد لله حنا حاليا في واحد الامان نسبي، ويسكو تسدوا الحدود وما عندناش بزاف ديال الحالات، ولكن الا ضحكنا بهذا الشيء وتمرقلنا بهذا الشيء غادي يموتوا بزاف ديال الناس، والسبب هو اننا ما خديناش الامور بجديه. لهذا الخوت بغيت نقول لكم واحد الحاجه، بغينا نديروا اليد في اليد ونحدوا من هذا الفيروس، نتبعوا كاع داكشي اللي تيقولوا لنا الناس اللي معنيين بالامر، نتبعوا اي حاجه. سياسه الاحتواء هي ان بنادم تيتخبى في دارهم، تيتخبى في دارهم باش الفيروس ما ينتشرش، باش نحاولوا ما امكن ان شاء الله نفوتوا هذه الازمه، وما يموتوش لنا الناس اللي عزاز علينا، وما يموتوش لنا والدينا. حيت لما تقول لك والديك ما هي معنى الحياه، الا ما تقول لك الناس اللي عزاز عليك ما هو معنى الحياه، هذا الشيء الا بقيتي انت على قيد الحياه. اذا الخوت اليد في اليد، وما نضحكوش بهذا الشيء، وشكرا بزاف، وتعاونوا الدراري، تعاونوا الدريات، ما نضحكوش بهذا الشيء. كل شيء يتبع المنظور الصحي وداك الشيء كامل اللي تيعطيو لنا الناس المعنيين بالامر، وشكرا بزاف على التفاهم ديالكم. بحكم انه بزاف ديال الناس كيتبعوني وكاينه واحد لا كومينوتي اللي كتبع داك الشيء اللي كندير، فقدام الله عز وجل مفروض عليا انني ننبه الناس الا كان شي مشكل غادي يقيس الامه ولا شي حاجه هكا. هاد الهضره في اطار الجديه. بالنسبه لدوك الناس اللي كيضحكوا، دوك البراش كيما بين قوسين اللي ما عارفينش خطوره الموقف، اما الدراري اللي هما رجال واللي تيخافوا على راسهم وتيخافوا على والديهم راه عارفين الخطوره، وغادي يديروا داكشي ديال الوقايه كامل. وبالنسبه لدوك البنادم اللي ماشي راجل بهذا المصطلح هذا، منين يموتوا لك والديك كنتمنى ان الضمير ديالك يخليك تنعس، لانك غتعرف راسك انت هو السبب جبتي العدوى ونشرتيها لوالديك. هذه الهضره اللي غادي نقول لكم. الله يحد الباس، ما كنتمناو الشر لتا شي واحد. ملي تيبان لك واحد داخل مكومونتي خايب، واش تقول اجي ندخل نشوف هذا الانسان واش على درايه بداكشي اللي كيكتب، تدخل تلقى راسه مربع
ومدير تصوير تبازوكا في بروفيل وشي يقول لك شي حاجه اللي ما كايناش اللي يقدر يغلط بها واحد اخر، راه اش بيتي لي بلون باش نجاوب ونهضروا بصراحه، راه ما تاثرتش لك، لانه ما يمكنش هذا المجتمع يكون ضحيه ديال الغباء ديال الافراد ديالو. واش فهم شو الدراري المنطق ديال حيت راه ما يمكنش تكون ضحيه لا انت لا انا لا والديك لا والديا ديال الغباء ديال واحد اخر. لهذا العشران يبان لكم شي واحد مريض بلغوا به، علموا السلطات، علموا داكشي اللي شي واحد كيكحب شي واحد في شكل بلغوا به، حيت يقدر يكون بنادم حشمان، يقدر يكون بنادم ما قادرش يواجه المرض، يقدر يكون بنادم ما قادرش يصبر لذاك الاقصاء الاجتماعي اللي غيتعرض ليه لانه مريض قدامنا الصحاح. لهذا الاخوان كما قلت لكم اليد في اليد ضد المرض، والله ينزل العفو.